نتمنى الشفاء العاجل لأخونا عبد العزيز المسلك الحكم الفيدرالي الصديق ديالنا واللي زاول معايا في واحد الفترة اللي كنت نمارس فيها وتنتمنى الشفاء العاجل وأنا كنت من المتابعين الأولين فاش يالله ولج المصحى وتنشكر السيد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي القجع اللي فاش توصل بالملف المرة الأولى وهو على الخط والمصاريف والعلاج كلها بمستشفى الشيخ زيد والحمد لله كاين صديق ديالنا سي زكريا البرنسي اللي تيعمل بالمستشفى كإطار بالمستشفى الشيخ زيد اللي تنتواصلوا معاه تنتواصلوا مع العائلة ديالو وإن شاء الله غادي ينقذ هاد الفترة هادي إن شاء الله وغادي يرجع العائلة الصغيرة ديالو والعائلة الكبيرة اللي هي التحكيم إذا ما علينا إلا باش ندعيو إن شاء الله باش ينقذ إن شاء الله هاد المرحلة هادي. واش أسرة التحكيم دارت ليه شي زيارة ولا مازال؟ الزيارات تقريبا نقول لك دائمة ولكن باش لأن فاش كان كوفيد ديال 19 كانوا تعليمات ديال الأطباء لأن تنعرفوا بأن كاين المشكل ديال المناعة وكاين المشكل ديال الوقاية وهذا طلبوا منا في الاول كانت الزياره من بعد بقى الهاتف وبقى الصديق ديالنا زكريا البرنسي هو اللي بقى صله الوصل بينا وبينه باش نعرفوا الحاله العائليه الحاله الصحيه ديالو الا تنتمنوا الشفاء العاجل تعرفوا بان المرض ماشي سهل ولكن الله قادر على كل شيء ان شاء الله باش ينقذها وعندنا اليقين ان شاء الله في الله باش غادي ينقذ هذه المحنه هذه وشكرا للجميع الاعضاء ديال المكتب الجامعي وعلى راسهم السيد فوزي القجع اللي ماشي هي البادره الاولى اي ملف اجتماعي ديال اي حكم انا بعدا تنشد عليه من نهار ولات ولا الرئاسه عده ملفات مروا قدامي الا توصلوا الملف وتعطي التعليمات ديالو باش يتخدا. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.